الشفاعة قل هي أنواع، منها ما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه أحد، وهي ثلاث: الشفاعة العظمى حينما يشفع صلى الله عليه وآله وسلم للعباد لفصل القضاء بينهم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية خاصة بعمه أبي طالب، إذ يشفع له أن يخفف عنه العذاب، هو في الدرك الأسفل من النار، فيوضع في ضحضاح من نار أو في نعلين في قدميه، يغلي منهما دماغه ولا يخرج من النار، أبو طالب لا يخرج من النار، إنما يخفف عنه العذاب. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب. الثالثة أن أهل الجنة لا يمكن أن يدخلوها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خاصة به، أما ما سواها فإن هناك من يشاركه فيما يتعلق بهذه الشفاعات، كقوم استوجبوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، أو كقوم دخلوا النار من عصاة المسلمين أن يخرجوا منها، أو زيادة درجات ورفعة أهل الجنة.